وإعطاء شرعية وصمت المجتمع أمام هيك جرائم. عادة عم نلاقي إنه في عنا دائما مبررات إنه ممكن يكون الزلمة عنده اضطرابات نفسية أو ممكن، ولكن أنا حسب رأيي وين مسؤولية المجتمع؟ وين مسؤولية المؤسسات الحكومية؟ يعني على مسؤولية مين هذا الرجل اللي هو بيقولوا عنه إنه كان مريض، كان متواجد بالبيت، اللي كان فيه إمكانية إنه يهدد خطر أو يشكل خطر مش على مراته وأولاده إنما على مجتمع بأسره. نستنكر حادثة القتل اللي صارت، بس هون الموضوع كليا بيختلف عن حوادث القتل وعن حوادث العنف، يعني كليا لا. كليا هون احنا طالعين وواقفين ومستنكر القتل اللي صار والعنف، بس هون ما صار عنف، هون الاول والاخير اللي بتحمل مسؤولية القتل هون مش الشخص اللي قتل، المؤسسة الإسرائيلية والمصحة اللي اطلقت سراح هذا الشخص ومعاينات شو وضعه النفسي. نستنكر اسمي واسم نساء ضد العنف والجمعيات النسوية والحقوقية، ونستنكر شريف القتل اللي صارت لخيلة، نستنكر ونندد ونقول انه المجرم يجب ان ينال عقابه. هاي الجريمة هي مش الاولى للأسف، لحد اليوم من 86 لليوم نقدر نقول عن 120 امرأة قتلوا فقط لانهم خلقوا نساء، ولدوا نساء، فإجا إنسان وقرر إنه مجرم، قرر يدفن بحق هاي الإنساني. مهم إنه نتذكر إنه وراء كل إنساني في كان اسم، كان لحياة، كانت بدها تعيش. بارك الله بهمتكم، وإن شاء الله إنكم تكونوا ذخر إلنا وسند، والله يعيننا ويعين كل مجتمعنا أصلا. الله يرحمها هالة. من أول السنة رئيسة صاروا الله يرحمها هالة المرة التاسعة بمجتمعنا العربي، وهذا إشي كثير بثير غضب، مش بس النساء، لازم يثير غضب الرجال. وإحنا متأسفين اليوم، إحنا مش شايفين إنه في رجال ماشيين بهاي المسيرة. المسيرة مظبوط المبادرين فيها نساء وجمعيات نسائية، بس أنا حسب رأيي لازم كل مجتمعنا يتجند يحارب ظاهرة من هاي الظواهر، لأنه حدا حلل ولا حدا شرع إنه يأخذ الحياة. ربنا أنطى الحياة وربنا بأخذ الحياة. بيقولوا المرأة كانت مليحة ما كانتش مليحة، أنا يعني هالكلمة تفجرني. مهما كانت المرأة، مهما كانت تصرفاتها، إذا الرجل بفكر إنه تصرفاتها مش مليحة، في طرق للحل. ولا إنسان بشرع القتل، القتل مرفوض مرفوض مرفوض. وهالا إن شاء الله بتظل وردة بستان مجتمعنا اللي بتظل نذكرها بالخير إن شاء الله، وتكون قدوة لكل رجال المجتمع العربي إنه هاي المرأة انظلمت، وكل نسوان انقتلوا انظلموا، ولا رجل أو حتى أي إنسان ثاني يقدم على مقتل أي إنسان إذا كان مرأة أو رجل. إحنا نستنكر العنف بكل أشكال. الحمد لله إحنا بالأول كل واحد بتمسك على دينه، وكل واحد على دينه الله يعينه. جميع الديانات نادت بالإنسانية، ما في دين قال بالعنف، بس إحنا ديننا لو أي رجل يعني بيعرف إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. النساء هن إمياتنا، هن أولادنا، هن بناتنا، أمهاتنا، يعني هن حياتنا، هن نصف المجتمع. هذا غلط اللي بيقول لك إني إيش أنا متسلط. الله سبحانه وتعالى ما أعطاني السلطة إني أتسلط على مرأة عرف وباطل. الله أعطاني إني أتسلط بشغلات اللي أنا مسؤول عنها، اللي المرة ما بتقدرش تعمل فيها أنا أعملها. يعني أنا عندي نسوان ثنتين، هي يعني عايشات المطبخ، والثنتين الحمد لله واحد بتنام هون واحد بتنام هون، ولما ما بقعد يأكلوا واحد بتخرط مصل لبندورة واحد كذا، والثنتين معيشين إياه. فوت اسأليهن كيف تصرفي أنا معهن. أنا يمكن خطر بقول خليكوا أنتوا قادات، أنا بقوم بفرم لحمي وبفرم بصل وبعملين مسخن، بقول تعالوا كله هيك، ديني بأمرني إني أنا أكرمكم، أنا مسؤول. أما لنقص الوازع الديني إن كان عند الإسلام وإن كان عند إخواننا المسيحيين وإن كان عند اليهود، حدنا عن الشرائع ركبنا شيطان اللي هي أكبر منه، يعني برضو أعطانا إياهن بالقوة بالشكل الريح.
وهاي خلتها، هاي خلتها، هاي المرأة الثانية هي شايفين كيف وقفت. بالعكس عمي احنا المرأة إلى عندنا قيمة كبيرة، بس اللي بفهموش بحرف كل هاي اللي عمي الله أنا ميحة معها أنا تحملت ويجي تعجل وبدأت عجل ويا أمها أصبر ويا أمها قوي وما عكيش تبقي وهذا الشيء كده ما عمي مش كل مجتمعنا عمي لكن انت ما بدينش هاي المؤسسه؟ طبعا بدين، طبعا بترش، بس هي المسؤول الاول والاخير ولازم الكل يكون. انا بدين هاي المؤسسه كيف اطلعت وهاي بالاول، بعدين ما كانش مراقبه عليه، كان لازم يظل مع مراقبه لانه هذا انسان كان خطر. بالزبط. مع انه بنتي ما كانتش خايفه على نفسها منه، كانت خايفة عليه من حاله، من أولاده ومن حاله. بالزبط. كانت خايفة عليه من حاله وعلى أولاده. وجازها بهاي اللي مجازها، بس أنا منيحة يعني. لو بدك تسألي فيش ليش قتلتها؟ يعني واحد مريض. بقول واحد بقول لك مثلا قتلت مرتي 10 في العيلة، واحد بقول لك قتلت مرتي كذا. كان طموح ترعى أطفال، يعني راحت تعلمت خصوصي تصير يعني مساعدة للأطفال مش ل كذا، هيك عنده حب للأطفال، عنده حب العطاء، تعطي لطفل، تربي طفل. الحمد لله مجتمعنا، جيراننا، إخوتنا كلها بيشهدوا على طهارة هاي المرأة. ما بتستاهلش القتل، هاي ما بتستاهلش. أما قصور، في قصور من مجتمعنا كله. المؤسسة بالأول اطلعته، يمكن اعطته اكم من حبة حبوب، صار يساوي في مؤسسات، صاروا يثنوا اليوم المؤسسات، اكثرها مؤسسات مالية، يعني بهم من المال اكثر من كرامة الانسان او اكثر من صحة الانسان. صرنا نتاجر في بهذا الانسان اجل مصاري. يا اخي نعم، بنشتغل مشان نعيش، مشان مصاري، بس كرامة الانسان فوق كل مصاري. حرمة البني آدم عند الله عظيمة. بنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يسكنها بالفردوس الأعلى في الجنة ويرحمها، وإحنا بنسأل الله إنه الله يساعدكم. أولاً أنا بحب أشكر جميع النساء اللي شاركوا في المسيرة والتظاهرة لرفع صوتهن أمام هاي الجريمة البشعة فعلاً. بشكر جميع اللي شاركوا باسم عائلة الفقيدة، باسم أهل عرابي، باسم مجلس عرابي. شكرا لكم جميعا على الجهد اللي بذلتوه، على تجندكم لرفع صوتكم. أنا بثني تماما يعني بكل على كل كلمة تفضل فيها أخونا أبو محمد، من أنه للمرأة مكانتها وأهميتها ودورها واحترامها في مجتمعنا وفي شريعتنا وفي تعاليمنا الدينية، باعتبارها أختنا وأمنا وزوجتنا ورفيقة حياتنا. الجريمة البشعة يعني اللي ارتكبت وراحت ضحيتها أختنا هالة، هي هزت ضمائر كل إنسان عنده ضمير وكل إنسان عنده مشاعر إنسانية. وإحنا بهالموقف هذا من الضروري أنه نرفع صوتنا ونستنكر مثل هذه الجرائم اللي أحياناً المجتمع يتهاون معها وأحياناً المؤسسات الرسمية تتهاون معها. من الضروري أنه نرفع صوتنا دائماً أمام هاي الجرائم، ونعمل على وقف على يعني صياغة دستور جديد يستنكر ويشجب ويرفض مثل هذه الجرائم المنتشرة، آفة العنف المنتشرة بشكل عام بمجتمعنا بوسطنا العربي تتخذ شكلاً آخر من حين إلى حين. من الضروري إحنا كمجتمع يتطلع لأن يكون مجتمع حضاري، أن ينبذ مظاهر العنف بشتى أشكالها ومفاهيمها وترجماتها على أرض الواقع. بالتالي إحنا كناس مؤمنين أبو محمد يعني ما بسعنا إلا نقول إنه لله ما أعطى ولله ما أخذ. الله يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته. كل أهل عرابي وكل اللي بيعرفوها بيشهدوا على إنها كانت إنسانة مثابرة ومجاهدة ونشيطة، تحب العلم وتحب مجتمعها وأهلها وبلدها. وبالتالي إحنا يعني مدركين تماماً إنه مثواها إن شاء الله الجنة، الله يرحمها. المرأة الله أعطانا إياها مصنع. مصنع لإيش؟ للرجال. رجال لإيش؟ المرأة معلمة، تخرج جيل متعلم، مش تخرج جيل للشارع. المرأة الله أعطانا إياها هي مصنع للرجال، نواة
كمعلمة الناس بيفكروها زي مصنع البندورة. في مصنع بندورة بيعمل عصير بندورة، بس المرأة مش مصنع لعصير البندورة، مش مصنع للغسيل والكي والمسح ولا لا، مصنع لتربية الجيل، وعليها المرأة دور كبير إن لمن ما بتولد هذا الولد تأدبه وتعلمه وتربيه وتهيئه وتسلحه بسلاح العلم مش بسلاح الزعرني. ولكل آل عراب يعني باسم كل المجموعة اللي أجت لهون بقول الله يرحمها، ولكن هالة هي حالي من بين أكثر من 120 امرأة قتلت بمجتمعنا. سهل نقول مرات إنه هاي حالة خاصة وصار هيك وصار هيك، بس للأسف هاي الحالات عم ترجع على نفسها. قبل فترة كانت هالة فيصل، كانت منار كنعان، كانت حفيظة حجيرات، بقدر أعد أسامي كثير أسامي. وإنتوا كعائلة إحنا بعرابة بنعرفكم قديش كنتوا بدكوا يكون عندكم أولاد، بدكوا يكون عندكم عائلة، يعني هاي أنا بذكرها وأنا صغيرة. وهاي هي المأساة اللي بتصير بمجتمعنا، إنه الإنسان طفل طفلة بتربى ببيت أهله بالآخر يوصل لهذا المصير. ليش؟ لأسباب إحنا بنعرفها كلنا، بس كلنا بنتعامى عنها، إنه إحنا بنربي الولد بنربيه على إنه القوة والبلطجة هاي رجولة، بنربي البنت على إنه سكوت هاي سترة. في أكثر من 120 امرأة انقتلت بمجتمعنا، وفي آلاف موجودات تحت سقف السترة. إحنا موجودات هون أجوا من حيفا، من الناصر، من بلاد كثيرة، من جمعيات، يعني أول شيء عشان يقفوا معكم وعزوكم وقولوا لكم قلب يعني قلبنا كلنا معكم. بارك الله فيك. هاي من ناحية، من ناحية ثانية لكن في رسالة لكل المجتمع لازم تطلع، إنه أي صمت بكمل على تصرفات العنف وعلى الرجل العنيف وعلى كل العنف المجتمعي هو بيكون جريمة، بيكون جريمة بتأدي للشرعية، إنه بصير الواحد يمسك يرفع إيده ويفكر إنه مشروع له، لأنه المجتمع عمال يطبطب عليه. إذا إحنا نغير لازم نبلش نغير بحالنا، عشان ما نقولش الضحية الجاي نبكي وبس. إذا البكا سهل لكن تغيير هو اللي صعب، وإحنا عمالين نرجع نقول ما بدنا نضلنا نعد فوق 120 فوق 130، هذا اللي بدنا نوصل له. هاي الكلمة بدي أقولها باسم المجموعة اللي هون عن جد يعني تأثرت وطلعت بيانات، ولكن ليس يعني مش بهاي لحاله بنقدر نتغير. التغيير هو مسؤولية الكل، يعني الله يرحمها يعطيكم الكل ألف عافية، ونتأمل تكون بالفعل هي آخر اجتماع من هالنوع اللي تجتمع فيه نساء ورجال وعائلات عشان مأساة من هاي القبيل. مش راح نفيد اللي توفوا، بس ممكن نفيد اللي ممكن بعدهن عايشات في ظل عنف وهن ساكتات أو مسكوت عنه.